أقول لك أنه أطفال اللي موجودين في المخيم رقميين أكثر من أطفال أولادنا في داخل الأردن، لأن ظروف الحياة فرضت عليه أنه مضطر يستعمل الجهاز، لأنه ما عنده مكان آخر إلا للتواصل مع الدنيا ولتلبية كل طلباته إلا هذا الجهاز. إذا كان يريد، إذا كان هنالك نصيحة، وإحنا عم نعمل دراسة مكلفين فيها من الأمم المتحدة لأثر اللجوء، أقول أنه ما في شيء بالدنيا نصيحة ولا بدها اجتهاد لا مني ولا من غيري إلا كلمة واحدة: التعليم. هذا اللاجئ يستطيع كما هذا اللاجئ استطاع غصبا عن الطبيعة أن يتعلم، والآن في عصر المعرفة الفرص المتاحة له ما كانتش متاحة لي، هو في وضع كتير أحسن مني، ونحن ننشئ لهم في مخيماتهم مراكز معرفة من خلالها يستطيع أن يتواصل بالإنترنت مجانا. احنا عندنا خط ترانك ديديكيتد لاين، نستطيع انه نقول له تعال تفضل استعمل الانترنت ببلاش، ادرس، قدم امتحانك اونلاين وخذ شهاده. فاذا اللجوء هو تجربه لاختبار الانسان اذا كان يستطيع ان ينتصر على اللجوء او لا، ودائما تحفيزنا نحن انه انتصر على معاناتك وانت تكون سعيد اكثر من اللي ما عنده معاناه لانك انتصرت. اللاجئين في كل الدنيا جريمه دوليه، والجريمه الدوليه هاي هي نتيجه المؤامره الدوليه على المنطقه، هنالك مؤامره على المنطقه، هذه مش صدفه انه دمر هذه المدن والبلاد ويعيث فيها الارهاب فسادا، مؤامره. الآن اليوم فقط تحققت عبارة شكسبير في مكبث، واللي أنا دائما بحب أحفظها، واللي بتقول we often create instruments that are used against us. تعاني أوروبا كاملة من أسوأ مما نعاني منه الآن نحن من اللجوء. اللجوء الذي الآن يضرب أوروبا هو رد لهذه الدول على أنها سمحت بأن يحصل هذا اللجوء، فبالتالي هذول أيضا الناس اللي لجأوا سيستفيدوا من البيئة، يعني هذه مصيبة للدول اللي بدها تستضيفهم، ولكنهم سيحصلوا على تعليم وعلى environment وعلى مزايا مش موجودة عندي. فأيضا هؤلاء، حتى هؤلاء الذين لجأوا، وطبعا صحيح كثير منهم توفوا، ولكن ما توفي لا يشكل 1%، وهذا مؤلم، بس 99% سيعيشوا في بيئة فيها ثقافة، لأن أوروبا سبقتنا في النهضة. إحنا ما نمر به هو ما مرت به أوروبا بما يسمى عصور الدارك ايجز، اللي هي العصور السواد، عصور الألم، واللي مر واللي بعض الدول في أوروبا أخذ عندها 70 سنة وكان بنفس الشكل. ولما بنشوف اليوم، أنا دائما بذكر، لما بنشوف اليوم اللي بقطعوا الرأس، طب ما هذا شفناه بالثورة الفرنسية بالجيلوتين، شو الفرق لما تحط رأس واحد هيك وتقصه ولا تقصه وهو واقف؟ فإذا مرت أوروبا بهذا عصور السواد وانتقلت منها إلى النهضة، وهذه المنطقة ستنتقل إلى النهضة. هذه بداية القضاء على الظلام والانتقاد والانتقال إلى النهضة العربية الكبرى. فأنا متفائل، وأنا أقول أنه صحيح في معاناة، صحيح في ألم، ولكن في أمامك أمل، مش بس ألم، في أمامك أمل، بأننا الآن اكتشفنا كل الأخطاء وكل العيوب وكل السيئات وماذا وصلنا إلى هذا، ونستطيع أن نخرج منه لثورة التغيير والانتقال إلى النهضة، الرينيسانس العربية على الأبواب. نأخذ صبايا.
معجزة الشباب السمع والسواء. ففضل أسألك هلأ، ما هي كيف بدنا نختار أفكار وأشياء عنا حابين نعمل؟ إيش بتقدر تساعدنا إنه إيش إيش بالضبط نختاره بالحياة؟ يعني عندك كثير أفكار وأشياء مشوشة، بس كيف بتقدر تساعدنا إيش إيش بالضبط نختاره عشان نعمل الحياة؟ كلامك لدون معنى إنه ما تكيش أفكار مشوشة، ما تكذب عليك. أنت الطريقة اللي عم تحكي فيها وشعورك بانه عندك افكار مشوشه، اللي عنده افكار مشوشه بيعرفش انه عنده افكار مشوشه. فانت يدل على انك مش محتاج لنصيحه. كل ما تحتاجيه هو مثل ما انا الاربع ساعات اللي كنت امشيهم بدل ان اضيعهم باني اصفن او احط الايبود واسمع موسيقى افكر ماذا اريد وكيف اصل الى ماذا اريد. انت مع نفسك لا يمكنك انصحك لا طلال وغزالي ولا غيره. أنت تصنعي مستقبلك بنفسك، وخصوصا في عهد المعرفة، في عصر المعرفة. كمان مرة أقول المعرفة يعني أقصد ثورة الانفورميشن تكنولوجي التليكوميونيكيشن، وأن هنا واحد من عمالقة التليكوميونيكيشن. فبالتالي أنت لست محتاجة ولا واحد محتاج لمن يوجه ولا مدار يوجه. ما حدا وجه بيل جيتس. أصلا بيل جيتس سقط في الجامعة، بس هو ما سقط، الجامعة اللي سقطت، لأنه اكتشف أن الجامعة ما بتقدر أكثر ما بتعلم لحاله. من اخترع الياهو؟ مين علمهم يخترعوا ياهو؟ طلبة قاعدين في السكن عم بدوروا على وظيفة مش ملاقيين وظيفة، قعدوا يلعبوا على الكمبيوتر، اخترعوا نظام الياهو. لا منحة، لا أستاذ، لا رعاية دولة، لا أحد، ولا طلال أبو غزال ينصحهم. أنت تصنعي مستقبلك وأنت تعملي خياراتك. You empower your own self. بس عشان الدكتور ما في المعلومة الصحيحة، ما أقدرش أقول أنا عملاق أي صورة من الصور، عملاق نص، لكن نصب عليك زي ما أنت قلت حبوني تيم العمالقه اللي انتميت لهم فجعلوني اصغر عملاق، ولكن هم العمالقه. نفخر فيك. بس يعني نفخر، اتشرف اني بنتمي لهم. في صبيه هناك بتسالنا سؤال، تفضلي. شباب معلش انا عقلكم شوي، ها حملونا. مساء الخير دكتور على الجميع طبعا. بدي اسال سؤال، انا مالك شركه، انا وزوجي واطفال الصراحه، فبدي اسالك شو مقدار نجاح الشركات العائليه؟ هاي اول سؤال. ثاني سؤال، هل حضرتك واجهت مشاكل في تسجيل شركاتك في الصناعه والتجاره ما شاء الله والضرائب وهي الامور كلها؟ بس تعطينا نوع نشاط شركتك عشان كمان الدكتور يكون متابع. اساس شركه استشارات التدريب، فرعت انا شوي شغلي في سكرتاري عن بعد، وزوجي الان يعني ركز شوي على الطاقه الحيويه، لكن احنا الاثنين بنصب بنفس النصاب. انا بشتغل شغل السكرتاريا وهو بالشغل الفني في الطاقه الحيويه، وفتحنا مجال على فكره مع او خط مع شركه طلال ابو غزاله، بس لسه الامور ان شاء الله نتشرف. انا من 40 سنه بدأت اهتمامي بمستقبل الشركات العائلية. على فكرة الشركات العائلية في العالم كله هي من أنجح الشركات. ما حدش يفتكر إنه الشركة العائلية هي يعني مشكلة أو هي الاستثناء. يعني مثلا أنيل اللي هي تملك رينو وكل ما مؤسسات عملاقة في العالم شركة عائلية.